السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتفضلوا معانا. سلام طيبين. شوف كده الأكل الجميل ده اهو، بسم الله.
احسن خس تاكله تاكله الايام دي في مصر ايام الربيع دي يعني قبل دخلة الربيع، خس وبصل اخضر، خس وبصل اخضر ده تاكله ما بيبقى طعمه ملوش حل. بعد شهرين من الوقت يعني مثلا في شهر 6 او في شهر 7 ما تعرفش تاكل الخس، بيبقى مر مش طعمه حلو خالص. انا بصراحه جعان يعني جعان بجد. انا مستمتع بالزيتون ده اهو. بسم الله. كل سنة وانتم طيبين. الأكل بصراحة مفتخر أوي حقيقي يعني فاخر، أكل فاخر. البلح ده بقى أنا هاخده بقى إيه جنب كده، لأن ما عملناش النهاردة بالحليب ولا بالكده أهو، ناخده بقى ايه لا اخده جنبي بس لسه بدري لغايه قبل السحور بقى بشويه كده. انا بقى كده اخد واحده بواحده كده بلح مش خايف دماغك. دماغك جميله جدا. وصلاه طيبين. متنسوش تعملوا لايكات وتشيروا الفيديو، واللي ما شافش الفيديو في القناه الثانيه يروح يشوفه، واللي شاف في الفيديو في القناه الاولى يروح يشوف في القناه الثانيه. عايزين نرفع القنوات دي شويه يا جماعه. انتوا اللي بتخلوا القنوات تترفع او ما تترفعش. انتوا اصحاب انتوا اللي بتنجحوا الشغل ده او ما تنجحوهوش. وكل سنه وانتم طيبين مره تانية. يعود عليكم الايام بالخير. رمضان بيجري. والله النهارده بقينا 16 ولا 15. انا دايما ما ببقاش فاكر وانا جاي اقعد. بس بيجري ليه مانيش عارف. يعني هو ده بقى جايز من عمرنا بقى. العمر قاعد بيجري بسرعه. ربنا يديم علينا نعمة يا رب واحفظها من الزوال. وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. السلام عليكم. بسم الله.